مرحبا شيف. مرحبا. زي ما تعرف مطبخ شيف كل يوم يجمع الأمهات عشان يشاركوا أسرارهم وخبراتهم، واليوم جاء دورك تستفيد من هذه الخبرات. أول شيء مد يدك، عندك 4 ثواني تختار 4 نصايح وانت مغمض عيونك، والآن اللي عليك إنك تعمل طبق من نصايح أمهات مطبخ شيف كل يوم، وكل نصيحة تستخدمها في طبقك تحصل فيها على نقطة. جاهز شيف؟ أوكي. هاي، معكم شيف شربل، وحسب النصايح اللي طلعولي من مطبخ شيف كل يوم قررت استعمل الموز. هأعمل فيه بانانا بودينج، صح؟ هأستعمل كريمة الخفق بوك، موز، مادلين، حليب وإنستنت بودينج بيس، وكمان حليب المكثف مع شوية فانيلا وجبنة الماسكربون. يعني أول شي بدنا نبلش بالحليب، بدنا نحطه بالطنجرة ونخليها تغلي على نار خفيفة. وهلا صار وقت نزيد على الحليب الانستنت بودينج بيس، بنحط بس هيك معلقه، وهلا بدنا نخفق الانستنت بودينج بيس، وهلا بدنا نزيد الحليب المكثف، وهلا صار دور نخفق الكريمه، كريمه الخفق من بوك. يعني مثل ما قالت احد الاميات، عن جد كريمه الخفق البوك تغني طبقك طعمه والشكل. طعمه الكريم سلسه وبتدوب بالتم. هلا بدنا ندور الخلاط على سرعه خفيفه. وأول نصيحة طلعت لي من جروب مطبخ شيف كل يوم، كريمة الخفق بوك فينا نستعملها بالقهوة أم الفواكه مثل ما أنا هلا بدي استعملها. وتاني نصيحة طلعت لي، إذا ولادكم ما بيحبوا الموز المسوي فيكم تستعملوه بالحلى مثل ما أنا هلا حأعمل. وتالت نصيحة طلعت لي هي إنه إذا بدكم تستعملوا البسكوي بالحلى فيكم تحطوه بكيس تدقوه تصير مثل البودرة، بس أنا اليوم ما حأستعمله فخسرت نقطة. هلا بعد ما خلطت كريمة الخفق بوك والخليط اللي عملته بالطنجرة بردته مع شوية من مطعم الموز، هلا صار وقت اخلطه سوا. اهم شيء تخلطه من برا لجوا. ورابع نصيحة طلعت لي من جروب مطبخ شيف كل يوم، انتم عم تقشر بصل تقشره تحت المي كرمال ما تبكي، بس اليوم انا ما في استعملها بالحلى فكمان حاخسر بعد نقطة. وهلا بعد ما خلطناهم سوا صار وقت حط الخليط بالبايبنج باج. وهلا بقى عندي اخر ستيب قبل السكب، انه اقطع الموز لشرائح رفيعة ومنبلش سكب. هلا بنحط الموز هيك حد بعض، من بعدها بنرجع بنكمل بعد طبقة واحدة من الكريمة. هلا اجى دور المادلين، بنحط المادلين بنفس الطريقة اللي حطينا الموز، وبننهي بآخر طبقة من الكريمة. وهيك بنكون خلصنا بانانا بودينج. ألف صحة وهنا.